يا اهلا وسهلا، صباح الخير عليكم وعلى سلامتكم او مرحبا بكم. اول يوم رمضان ان شاء الله نصوموا بالصحه والهنا. اليوم انا في العاشر وانا في مطعم بيتي، راح نوريكم اليوم نموذج عن افطار كيفاش راح يكون في هذا المطعم. هنا انا في لاستاسيون فواد، الله يبارك، تنوع دي كولور بوغ تو لي كو، لي داير ريجيم لي ماشي داير ريجيم يقدر ياكل من هاد لاستاسيون عادي نورمال. شوفوا لا فاريتي، كاين البولي كاين البواسون كاين الكريفات، هنا رانا غير في لاستاسيون فواد. هاد المنظمين على كل حال كنت فطرت عندهم العام اللي فات في مطعم اخر، يعني عندهم الاكسبيريونس. هذا البلا لوفل ديالي سي لونتري. شوفوا لا بيتزا كانت غراف بنينه، كانت هايله. دونك فوالا، كاين حريره كاين شريبه، دونك نروحوا نشوفوا على كل حال لا سويت. أنا وبناتي وحبيبتي، قلت لكم اليوم راح نصور لكم نموذج تاع طويلة، يعني تاع البيفي تاعهم كيفاش راح تكون. أكيد كل يوم راح يكون تنوع. هنا رانا في لي بلا دو ريزيستانس، يعني لا سويت لا ستاسيون شود. كيما راكم تشوفو نتوما اللحم، شتي الحاجات، البنة ما نحكيلكمش. لي بواسون كيما راكم تشوفوا كاين لا فيوند كاين البولي وكاين لي بواسون تاني. يحب لي بواسون، كاين اللي يحب الدجاج ما يحبش اللحم، كل واحد كيفاش. كاين اللي يحب الغنمي ما يحبش البقري، كيما انا نحب بزاف الغنمي. لي فريت انا عميه لا جوا تاع دايسار. فوالا، عندك تاني كاين بولي. الوغ ديجا قلت لكم كاين تنوع، هذا نموذج فقط. لا بيتزا كذلك قلت لكم كانت حاضرة بقوة وكانت هايلة وكانت يعني مقرمشة، وكانت كيما نحبها انا، يعني نحبها ماسه رقيقة ومقرمشة. الخبز كاين كسرة، كاين انا كسرت صيامي بالكسرة. العجة كيما راكم تشوفوا بنينة غاف. كاين شريبة وكاين حريرة، وكاين يحب حريرة وكاين يحب شريبة، كل واحد كيفاش. ما تحبي تبدلي اليوم تاكل هذه وبغضوا تاكل هذه. الو انا راح نعمر الدبسي ديالي. شوفوا ما حبيتش نعمر بزاف، قلت نعمر شويه 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 باش ناكل من كلش وندوق من كلش. كيما راكم تشوفوا سخون، لا 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 صوص عاقبه وبنينه الحميصه، يعني نحوس عليها نحبها. الو قلت لكم البولي انا ما عندي حاجه فيه، دونك جو سي بوكو بلوس فيوند. كما قلت لكم الامبيونس فاميليال، هنا انا في الديسير وراني حسيت روحي بلي كليت بزاف الحلو. معليش هذه المره الاولى، البروشين فان نقصوا شويه، الدعوه كانت بزاف بنينه. دوك تشوفوا الصاله الله يبارك معمره، اكيد هادو سيدي كليون كيما كنت انا معاهم العام اللي فات، يعني مارفين يعني يفطروا عندهم.
البرد ما شاء الله. لومبيونس فاميليال كما سمعتوا. هذا فيما يخص مطعم بيتي اللي جاي في العاشر، قلت لكم راح يصير لي الافطار في رمضان ان شاء الله. كل يوم الكبار 380 او الصغار 280. هذا كان اول مطعم يدير افطار يدير لكم هذا العام ان شاء الله. اكيد واكيد راح يكونوا مطاعم اخرى، راح يكون سلسله مطاعم كيما العام اللي فات ان شاء الله. نحاولوا نقيسوا كامل المطاعم اللي يديروا افطار باش يكون عندكم لو شوا وين تحبوا تروحوا، حاجه قريبه حاجه بعيده. راح يكونوا بيان سور مطاعم تاع فنادق كبار، راح يكونوا دي زونغوا بزاف هيني كيما العام اللي فات داك الافطار اللي درناه وبورد لا مار في تي بازا. قولي نتوما الى كاين كاش اوندرو راكو حابين نروحو ليه نزوروه نشوفو، الى كاش اوندرو راكو حابين نشوفو الافطار تاعو، الى كاش مطعم كبير ولا كاش اوتيل كبير تمنيتو تشوفو الاطعام ديالو قولوا لي. الاسعار كيما العام اللي فات راح تكون بين 2500 3500 4500 فوا بلوس، باسكو الله يبارك هذا سي تان بوفي تما لا ستاسيون ديجا فخوا تقدري تاكلي غير لا ستاسيون فخوا تشبعي. راح تكون لا سويت وراح تكون متنوعه، راح يكون ديسير ويكون متنوع. هذا البوفي يعني هذا لو بري تاع البوفي. البوفي كيما على بالكم تقدروا ترفدوا واش تحبوا وتاكلوا كيما تحبوا، يعني واحد ما يحاسبكم. تقدروا تلحقوا باغزوم لو ديسير وتتفكري حاجه مازال في قلبك باغزوم فلاستاسيون فواد ولا فلاستاسيون شو تعاودي ترجعي ليها وتكني منها. علاش قلت لكم هذا سي تان بوفي افونتي، راح يكونوا بيان سور افطارات هكذا برا اون بلان ناتور. نمتعكم ان شاء الله في رمضان هذا كيما العام اللي فات. كونوا في الموعد. اللي مازال ما ابوناش في لاشين تاعي هنا في اليوتيوب يابوني، اللي مازال ما ابوناش في الانستغرام تاعي يروح يابوني. الى عندكم اسئله الى عندكم اقتراحات بيان سور ما تنساوش تخلوهم لي في لي كومونتير. الى عجبتكم هذا لا فيديو اكيد راكم تحطوا لي ان بوتي كا حنان تشجعوني به. وبلا داكشي بيان سور اكيد ومؤكد راح يكونوا طيابات ويكونوا ديسيرات ويكونوا الشغل ونرفد ونحط سامي با ديك ما طيبش في داري ما طيبش في بلادي. لا لا اكيد راح ناكل مخيط يدي كيما العام اللي فات. اي بيان سور تاني راح يكونوا تاني سهرات عائليه، نروحوا ان شاء الله حنايا والعائله وتروحوا معنا بيان سور. خوتي خياتي لا فيديو تاع اليوم بيان سور مالوغوزمون راهي خلاصت كالعاده والعوايد. نقول لكم ان شاء الله تكون عجبتكم، نقول لكم تهلاو في رواحتكم تهلاو في حمياتكم، تصوموا بالصحه والهنا، صحه صحوركم صحه عشاكم صحه جملتكم صحه كلش. خوتي خياتي نقول لكم تهلاو في رواحتكم، نتلاقاو بيان سور في لي بروشان فيديو. تشاو تشاو ليكيب. تشاو تشاو.